نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. خير سيداتي وانسي سادتي، معكم ضيف عزيز علينا هنا في الدوحة القطرية، بغداد بونجاح يستقبلنا في مقر نادي السد أين يتدرب النادي في هذا الحوار الحصري لقناة الهداف. نشكره أولا بغداد على الاستقبال الطيب. مساء الخير بغداد. مساء النور. مساء النور رضوان، مرحبا بقناة الهداف. هنا عندنا في الدوحة في ملعب التمرين، شرفتونا وشرفتوا المكان، وان شاء الله يكون حوار جيد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك على قبولك دعوتنا. بغداد بونجاح، كيف هي الاجواء؟ راك تحضر دائما مع نادي السد القطري للبطوله، عوده البطوله بعد نهايه المونديال. قبل ما نتحدثوا على المونديال، كيفاش راك تحضر مع ناديك هذه الايام استعدادا لاستئناف البطوله؟ اول شيء قاعدين نشتغل مع المدرب، اكيد راح نكون تمارين قوية وتمارين، لأنه ما عادش نلعبوا مباراة في الدوري، الدوري كان واقف بسبب كأس عالم، وقاعدين نشتغل كل أسابيع مع المدرب، والحمد لله جاهزين باش نرجعوا للدور إن شاء الله. إن شاء الله. كأس العالم، الأجواء هنا راهي رائعة، قبل يومين من نهائي كأس العالم الأرجنتين مع فرنسا. أولا، هل شاهدت الكثير من المباريات أو كنت تنقل الملاعب ولا تشاهد في المنزل مباريات كأس العالم؟ أكيد كنت نتنقل الملاعب، كان لي الشرف تكون كأس العالم هنا في الدوحة في بلد عربية، بلد مسلم، اللي كان تنظيم رائع، تنظيم خيالي في مستوى عالي. شفت مباريات كثيرة واستمتعت بالمباريات، خاصة الفرق الكبيرة مثل البرازيل الأرجنتين، كان مستوى عالي، كانت أجواء رائعة جماهيرية، كل شيء كان منظم واستمتعنا بهذه البطولة. شكون المباريات أو ما هي المباريات اللي شاهدها بغداد بونجاح؟ شاهدت تقريبا كل المباريات، شاهدت البرازيل الأرجنتين، شاهدت كرواتيا، شاهدت تونس، شاهدت المنتخب الإنجليزي، كل المباريات اللي كانت حماسية شدتها في الملعب. صافي بليزير، ولكن المعلومات اللي عندي ما لبيش إلا تأكدها لي ولا لا، تقول بأنه بغداد بونجاح مشجع وفي لمنتخب البرازيل، هل هذا صحيح؟ أكيد من وقت الظاهرة رونالدو، وإحنا نقول بدينا كرة القدم بمشاهدة الظاهرة رونالدو. البرازيل متعة، برازيل نجوم تستمتع كنت تتفرج فيهم، أكيد كنت مرشحهم باش يفوزوا بهذه الدورة الكبيرة، لكن هذه كرة القدم. كان إحساس الإقصاء، كنت تقص شوية؟ قص شوية، لأنه كانوا يستحقوا يفوزون. كنا راح نشوفوا مباراة ديربي كبير بين الأرجنتين والبرازيل، كانت تكون في نصف النهائي، كانت تكون مباراة رائعة ومباراة في مستوى عالي، لكن هذه كرة القدم أشياء صغيرة في التفاصيل صغيرة هي اللي خلت البرازيل يقصى من المباراة. بغداد، بعد إقصاء البرازيل الآن منتخب فرنسي أمام الأرجنتين، شكون راح يناصر وشكون يرشح بغداد بونجاح؟ أكيد راح يرشح الأرجنتين، لأنه ميسي يستحق البطولة، يستحق كأس عالم، لأنه أعطى كثير لكرة القدم، أعطى حياته كاملة، أعطى في الكرة، لاعب استثنائي، لاعب نجمش دائرة ما تنجمش توصفها بكلمات. أول مرة نشوفه في مباراة قدامي كان شيء رائع، واستمتعنا كثير بميسي. أنا لما شفته في المباراة الأخيرة يظهر لي فوق أرضية الميدان كأنه يمشي، ما يجريش تماما، ولكن لما يمسك الكرة حاجة أخرى. هل نفس الانطباع كان عندك؟ بالنسبة لي أنا، ميسي بدون كرة الأرجنتين يلعب بعشر لعيبة، وبالكرة يلعب أكثر من 15 لاعب مع ميسي. صح والله. ترشحهم رغم أنه البعض يتكلم على منتخب فرنسا، منتخب واقعي راهو يقدم في مردود رائع بقيادة مبابي، هل تعتقد بأن مبابي بإمكانه أن يقلب الطاولة على ميسي وزملائه، ولا كما رام يقولوا هذه كأس العالم تاع ميسي؟ لا، بإمكانه. أنت تتكلم على مبابي، تتكلم على بطل العالم 2018، تتكلم على خبرة، تتكلم على مدرب عنده خبرة، عنده يعرف كيفاش يفوز بالمقابلات، يعرف يلعب بالواقعية نفس ما قلت، تكتيكيا من أحسن المدربين دفاعيا، ويعرف كيفاش يلعب الكرات المرتدة. لكن نشوف أنا لو كان ميسي في يومه راح يعمل الفارق.
ان شاء الله هذا بيتمنى الكثير من المتتبعين حتى العرب هنا، الكثير منهم مع ميسي. نتكلموا على كاس العالم، وبالتاكيد نتكلموا على غياب منتخبنا الوطني الجزائري. هل ما زلت الجميع مازال متاثر؟ هل بغداد بوتجاح مازال متاثر بغياب منتخب الوطني عن كاس العالم، خاصه من ناحيه المستوى؟ البعض يقول كاس العالم هذه كانت تقدر تكون الجزائر تروح ابعد. حتى انا قلتها من قبل مع رئيس الجمهوريه، ان شاء الله اذا تاهلنا نكونوا الحصان الاسود. لكن احنا كجزائريين كمشجعين المنتخب اول شيء قبل ما نكونوا لاعبين، حزننا كثير بهذا الاقصاء، وانا خاصه انا عايش هنا في الدوحه ونشوف الاجواء الجماهيريه، نشوف ما مع هذا تغيدك ربما اكثر. انت تغيدك اكثر لانه تحس تشوف جماهير الجزائر كانت موجوده وكانت حاضره في المدرجات، العلم الجزائري كان في كل المقابلات موجود، تغيدك. لكن ما حش ننسوها حتى تجي كاس العالم 2026. وقبل كاس العالم كاين كاس افريقيا، ان شاء الله انت اللي بطل افريقيا، ان شاء الله زيد تفرحونا في كاس افريقيا القادمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ترجع الامور كما كانت ان شاء الله من قبل، وتعاود يرجع المنتخب اقوى ان شاء الله. انت شفت المباريات هنا، لما تكون تشوف مباريات هنا في ارضيه الميدان ربما تحس غياب الجزائر، تحسه اكثر بحضور الجاليه الجزائريه. بالتاكيد يلتقيوك هنا، وش يقولوا لك الجزائريين اللي كانت تلقاهم هنا في شوارع الدوحه؟ يقول لك خصينا احنا الجزائريين، سي فري خصينا الكاس العالم هذه، خاصه في دوله عربيه اللي شفنا تالق عربي وافريقي مثل المغرب، السنغال، السعوديه فاز على الارجنتين اللي راه في النهائي، تونس فاز على فرنسا. حبينا احنا نعملوا انجاز في هذه كاس العالم، لكن هذا مكتوب. هذه كره القدم، في قلت لك تفاصيل صغيره خسرتنا، جزئيات صغيره خسرتنا. ما كما نقول لك ما نقعدوش في الماضي، ان شاء الله نخموا للمستقبل والجاي افضل ان شاء الله. ان شاء الله الجاي افضل ببغداد بنجاح ان شاء الله. توجور بغداد بنجاح جاهز للمنتخب الوطني كما جاهزين باقي اللاعبين؟ طبعا ان شاء الله قاعد نشتغل مع الفريق تاعي باش نرجع للمستوى ان شاء الله، ونقدم افضل باش نرجع المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله شفناك في المده الاخيره حتى قبل توقف البطوله، عدت لي تهز الشباك، يعني تنحات لك العقده هذيك. واش اللي حدث باش بغداد بنجاح شفنا بغداد واحد اخر يعني اللي كنا نعرفوه من قبل مع نادي السد؟ هل المدرب هو اللي حرك؟ هل اللاعبين؟ هل حتى في غياب اللاعبين الدوليين اللي كانوا في المنتخب؟ لان شفنا بغداد بنجاح اللي نعرفوه حقيقه بعد فتره الفراغ اللي مريت بها. صحيح مريت فترة صعبة، وأي لاعب يمر بهذه الفترة. شفنا رونالدو في الموسم الأخير تاعه اللي حسينا اللي في تراجع، لكن هذه كرة قدم تجيك في فترات تطلع منها، لكن تركيزك دائما يكون في الملعب، تركيزك دائما يكون في التمارين. أكيد المدرب في مرات المدرب يكون في صالحك، السنة اللي فاتت المدرب ما كانش في صالحي، هالسنة هذه المدرب جاء جديد أعطاني ثقة أكثر، والحمد لله رجعت للمستوى ومازال نزيد نقدم أفضل إن شاء الله. أصبحت من الكوادر تاع فريق نادي السد القطري هنا، عندك احترام كبير، أنا شاهدته لما دخلت لهذا المركز بغداد بنجاح، سي تقريبا لو نيميرو 1 هنا في نادي السد القطري. هل يريد بغداد بنجاح أن يواصل مسيرته في هذا النادي اللي لقى فيه لي روبرتو؟ اكيد فريق السد عائلتي الثانيه، الوقت كامل عدينا في النادي مع اصدقائي مع المسؤولين مع المدرب. فريق كبير جدا، فريق عنده كل المستويات، ملاعب، عنده كل شيء باش اللاعب ينجح. الحمد لله انا لقيت راحتي هنا في النادي، وان شاء الله مازال مواصل ان شاء الله. نقولوا للجزائر فريق تاعك السابق اتحاد الحراش اللي مازالت عندك شعبيه جارفه في اتحاد الحراش، وفريق ثاني فريق القلب فريق مولوديه وهران اللي يعاني نوعا ما، واش تقدر تقول لنا على هذا الفريق؟ هل مازلت تبع البطوله الجزائريه اترافير لا تيليفزيون، اترافير يعني مواقع التواصل؟ اكيد نتبع البطوله الجزائريه، انا طلعت من البطوله الجزائريه ولي شرف انا طلعت من البطوله الجزائريه. انا كمشجع اكيد شجع مولديه وهران من صغري، نتبع مولديه وهران، وكلاعب لعبت في اتحاد الحراش، ولدي الشرف لعبت في اتحاد الحراش، فريق كبير، فريق مدرسه عريقه جدا. تشوفوا يعاني اليوم تحس لانه جماهير اتحاد الحراش يحبون الفريق تاعهم ويديبلاصوا معاهم وفي كل مكان. تغيدك تشوف نادي كما اتحاد الحراش يعاني، وكما فريق مولديه وهران اللي مدينه كبيره وعريقه خرجت نجوم كبار في الكوره في كل شيء، عطت للمنتخب
بما انه يوسف بليلي لعب في مدينة وهران ويتألق في المنتخب الجزائري، حرام تشوف فريق كما مدينة وهران يعاني. ان شاء الله نتمنى لهم يصلحوا المشاكل ويعطوا ترجع ان شاء الله الالقاب ان شاء ان الله. شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك. سؤال ما قبل سؤالي ما قبل الاخير يتعلق ب دائما التجربه تاعك، هل ما زال ينوي ربما بغداد بنجاح الاحتراف في اوروبا ام يريد المواصله هنا في قطر او في بلد عربي؟ هو مكتوب اذا كان كاتب لي ربي نكمل نروح الاحتراف نروح، ولكن لحد الان انا مشواري مع السد وتركيزي مع السد، نحب نفوز بألقاب كثيرة مع السد، نحب نفوز بالشامبيونز ليج الآسيوية إن شاء الله مع السد، هذا طموحي إن شاء الله. تشافي مؤخرا دار لكم زيارة هنا في وشفناه لقاك بالعناق، واش قال لك اكزاكتومون تشافي؟ تشافي أول شيء إنسان رائع كشخص متواضع، حسينا اللي اشتغل لعبت معاه 3 سنوات وكمدرب 3 سنوات 6 سنوات هي عمرك طويل. دونك نتمنى له كل توفيق، جا وهنأنا وما نقولوا اعطانا دفع باش نعاود نرجعوا باش نفوزوا بالبطوله. واش تقول للجمهور الجزائري اللي شاهد فيك الان؟ عندك كثير ما تكلمتش، ونشكرك على قبولك قناه الهداف لاول حوار حصري معنا، واش تقدر تقول لهم اليوم للجمهور؟ ومن بعد نروحوا كلمه للقلب الهجوم اللي كيما انت. نقول لهم يساندوا المنتخب، هاي اول حاجه، ينساوا الانديه تاعهم لان المنتخب هو رقم واحد. يساندوا في الخساره وفي الفوز وفي التعادل، لانه كره القدم هي هكا، فيها فوز فيها خساره. كما فرحناهم في كاس افريقيا وفرحناهم في كاس العرب، ان شاء الله يزيدوا ان شاء الله اللاعبين الكل يعطوا كل شيء ما عندهم باش يفرحوا الجماهير اللي تستاهل كل خير، ان شاء الله الدعم ويفرحوهم ان شاء الله. معلي لي قناه الهدف تاكيد ما يشوفوا فيك دفعوا عليك كثير، يا سعد بورحلي وعلي بن شيخ، واش تقدر تقول لهم كلمه ليسعد والعلي؟ انا من معجبين يسعد بورحلي، تعلم المساحات اللي اعطى كثير البطوله الجزائريه والمنتخب، ومن احسن المهاجمين اللي اعطاتهم الجزائر. بن شيخ ما كما نقولوا احنا ما حضرناش عليه، ما شفناش يلعب، احنا هذه كما نقولوا خساره كبيره، كي ما شفناش بن شيخ، ما شفناش بلومي يلعب، ما شفناش ماجر، هادو كما نقولوا احنا هو عطاو الكره الجزائريه، كانوا فنانين والجمهور يحبهم، ولازم الناس تحترم راي المحلل، كل واحد يعطي رايه، وهذه كره قدم، ونتمنى لهم التوفيق ومزيد من التألق ان شاء الله. حتى الناس اللي انتقدتك ربما راك مسامحها بغداد. مسامحها دنيا واخره، انا انتقدني كرويا ما عندي حتى مشكل، بالعكس نتعلم من الانتقاد ونحترم كل راي تاع المحللين. تجاوز الحدود؟ لا تجاوز الحدود وتدخل في اشياء اخرى ما نقبلهاش اكيد، لكن كرويا نقبل كل انتقاد. بارك الله فيك، كلمه اخيره بغداد أعطينا المشاهدين تاع قناه الهدف واللي يحبوك الناس اللي تحبك، واش تقدر تقول لهم في نهايه هذا الحوار؟ نقول لهم استمتعوا بالحصص تاع الهدف وقناه الهدف اللي هي كما نقولوا اعي تبع، اكيد تبع لازم لازم شويه لازم. دونك نقول لهم يتبعوا كل توفيق ان شاء الله لقناه الهدف، هي اعين كما نقولوا العين تاع الجمهور اللي تعطي كل شيء للكره وتعطي ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. نشوفك تعود قريبا للمنتخب الوطني لان المنتخب الوطني بحاجه اليك. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحه. شكرا. ملكي نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة.